نشوف دابا لي زيليمون امورتيسابل. اولا بور كون ايموبيليزاسيون سوا امورتيسابل دو كونديسيون ا رومبليه، يعني ان اي ايموبيليزاسيون الا بغينا نعرفو واش نطبقو عليها لامورتيسمون ولا لا، كيخصنا نشوفو واش كتحترم هاد جوج ديال الشروط. اولا ليموبيليزاسيون دوات اتر انسكريت ا لاكتيف دو بيلون، يعني خص هاد ليموبيليزاسيون تكون اولا في لاكتيف ديال البيلون ماشي في شي جهه اخرى. ثاني حاجه il doit être de nature à se déprécier avec le temps، يعني خص تكون الطبيعه ديال هاد ديال ليموبيليزاسيون خص يكون كينقص، يعني القيمه ديالو خص تكون كتنقص مع الوقت. الا كانت القيمه ديالو ما عندها حتى شي علاقه بالوقت او لا ما كتنقصش مع مرور الزمن، فهذا ما غاديش نطبقوا عليه لامورتيسمون. الا مشينا لاكتيف ديال البيلون كنلقاو لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، كاع لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كتطبق عليهم لامورتيسمون. ندوزو لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، كاملين كنطبقوا عليهم لامورتيسمون ما عدا لو فون كوميرسيال. لو فون كوميرسيال ما كيحترمش هاد جوج ديال الشروط وغادي نشرح من بعد. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كاملين كنطبقوا عليهم لامورتيسمون ما عدا لي تيغان، يعني الاراضي الارض. دونك غنشرح علاش مثلا لي تيغان ما كنطبقوش عليهم لامورتيسمون. وغير كتذكير انه لي تيغان و لو فون كوميرسيال كنطبقوا عليهم واحد السيستيم اخر سميتو لي بروفيزيون، غادي تجي الوقت باش نشرحه. غادي نشرح دابا علاش لي تيغان و لي فون كوميرسيال. دونك غنشرح مثلا غير لو تيغان، لو تيغان علاش ما طبقناش عليه لامورتيسمون؟ لانه ببساطه ما احترمش هاد جوج ديال الشروط. سي فغي يعني هو كاين في لاكتيف دي بيلون، ولكن الطبيعه ديال لي تيغان انه ما كتنقصش القيمه ديالهم او لا كتزاد القيمه ديالهم مع الوقت، لا علاقه لهم بالوقت. وغادي نعطي مثال. نفترض مثلا انه واحد الشخص عنده واحد القطعه ارضيه في واحد الخلاء، خلاء يعني ما فيه حتى واحد، ما فيه لا بنايات لا حتى شي حاجه، ما فيه لا سبيطارات، ما فيه لا مدارس، ما فيه حتى شي حاجه، عنده غير ارض ارضيه في الخلاء. هاد القيمه ديال هاد الارض يعني قيمه عاديه او لا نفترض انها قليله، يعني نفترض مثلا انه كتسوى واحد 100,000 درهم. 100,000 درهم من بعد واحد العامين او لا 3 سنين حدا القطعه الارضيه ديالو تبنى مستوصف، تبنات مدرسه، تبنى جامع، تبنات طريق، تبنى سوبر مارشي، يعني كاين الرواج. هذيك الارض ما غاديش تبقى في نفس القيمه ديال 100,000 درهم، غادي تولي مطلوبه. وبما انه مطلوبه فالقيمه ديالها غادي تزاد. دونك هذا العكس ديال هذا الشرط اللي عندنا، ان هاد لي تيران القيمه ديالهم ما نقصاتش مع الوقت، بالعكس تزادت مع الوقت. هذا كيعني ان لي تيران القيمه ديالهم ما عندها حتى شي علاقه بالوقت، يعني ممكن يطلع ممكن يهبط في اي وقت بحالو بحال لو فون كوميرسيال. هذا علاش ما كنطبقوش عليهم لي زاموغتيسمون. فهمنا؟ ندوزو دابا لي كونسيبت فوندامونتو، يعني غنشرحو دي كونسيبت فوندامونتو لي مهم بزاف باش نفهموهم الا بغينا يسهل علينا نديرو لي زاموغتيسمون. اولا غنشرحو شنو هي لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين سي لو كو داكيزيسيون دو ليموبيليزاسيون امورتيسابل اور تي فيا ريكوبيرابل، يعني انه هو الكلفه باش شرينا او لا باش شرات لونتربريز واحد ليموبيليزاسيون امورتيسابل اور تاكس، يعني بدون احتساب الضريبه على القيمه المضافه او لا تي في. لو كو داكيزيسيون دابا شنو هو باش نحددوه باش نعاونكم انه بعد نحددوا هاد لوكو داكيزيسيون. لوكو داكيزيسيون كيساوي لو بري داشا بلس لي فري دانستالاسيون اي دو مونتاج بلس
لي فري دو ترونسبور الا جمعنا هادشي كامل كيعطينا لو كو داكيزيسيون. لو كو داكيزيسيون هنا في حاله انه الشركه شرات واحد لي موبيليزاسيون من جهه اخرى. شنو غادي نقولوا على واحد لي موبيليزاسيون اللي لونتربريز صنعتها براسها؟ الوغ هنا في هذه الحاله كنشوفوا لو كو دو برودكسيون، وهذا اللي درت نوتا بيني. يعني قلنا سيل ساجي دي موبيليزاسيون برودويت، سيل ساجي دي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ايل ميم، لا فالور دوريجين كوريسبون او كو دو برودكسيون دو لا ديت موبيليزاسيون. يعني الا كانت لي موبيليزاسيون صنعتها لونتربريز او نتجاتها لونتربريز براسها لراسها باش تستعملها هي نيت، دونك كناخذوا هذاك لا فالور دوريجين هي لو كو دو برودكسيون. اكزومبل دونك غنشوفوا واحد ليكزومبل على لو كو داكيزيسيون. دونك افترضوا مثلا انه عندنا واحد موبيليو دو بيرو شريته لونتربريز 300000 درهم. لي فري دانستالاسيون يعني جاو مالين هذاك يعني ديك الشركه اللي شرات من عندها الشركه ديالنا. افترضوا ان الشركه ديالنا سميتها الفا، دونك لونتربريز الفا شرات من عند واحد لونتربريز وحده اخرى واحد الموبيلي دو بيرو. هذوك الناس جابوا لو موبيلي دو بيرو غادي انستاليوه عند لونتربريز الفا، دونك لي فري دانستالاسيون هما 60000 درهم، ولي فري دو ترونسبور باش جابوه من عندهم حتى عند لونتربريز الفا هي 30000 درهم. دونك لو كو داكيزيسيون توتال هو 390000 درهم، 390000 درهم اور تاكس. اور تاكس يعني بدون احتساب الضريبه على القيمه المضافه. سيت فالور دوريجين كونستيتوي لا باز دو كالكول دو لامورتيسمون. يعني الا بغينا نحسبوا لامورتيسمون خص هو الاول نعرفوا شنو هي لا فالور دوريجين، يعني لان هاد لا فالور دوريجين هي لا باز ديال الكالكول ديال هذاك لامورتيسمون. من بعد غادي نشوفوا اشنا هي لا دوري دو في اولا لا دوري بروبابل دو في. بروبابل دو في هي لا دوري، هي لا دوري نورمال دوتيليزاسيون دو ليموبيليزاسيون. يعني كناخذ مثلا واحد ليموبيليزاسيون كنقولوا هاد ليموبيليزاسيون غنخدموا بها 10 سنين، يعني اون دوري دو في بروبابل. ما كيعنيش انه مثلا هاد لي موبيليزاسيون من بعد 10 سنين غادي تموت، ما غاديش تبقى صالحه للاستعمال بتاتا، لا. هادي غير واحد تقييم لواحد الحياه مفترضه، يعني واحد المده زمنيه غادي تعيشها هاد لي موبيليزاسيون. وهاد هاد لا دوري دو في بروبابل كتختلف من ايموبيليزاسيون لوحده اخرى. يعني نفترضوا مثلا واحد الكاميون، واحد الكاميون لا دوري دو في ديالو غالبا كتكون من 10 من 10 سنين حتى ل 20 عام. واحد البيس، واحد لورديناتور لا دوري دو في ديالو او لا كاع لي ماتيريال لي ماتيريو اللي اللي كيكونوا زعما هاي تك، يعني التكنولوجيا عاليه، غالبا لا دوغ دو في ديالهم ما كتفوتش 3 سنين. علاش؟ لانه كل مره كيخرج ماتيريال جديد احسن من هذاك الاول. دونك الا حطيناه في الشركه ودرنا لا دوغ ديال دو في ديالو 10 سنين ما جاتش، غير من هنا 10 سنين غتلقى لونتربريز راسها كتخدم بواحد الماتيريال تري ديمودي، الوغ كو كيخرجوا دي ماتيريو جداد كل عام كل عامين. دونك هادشي علاش لا دوغي دو في كاع ديال كاع لي ماتيريال دو هوت ديك دو هوت تكنولوجي ما كتفوتش 3 سنين. دوز دابا لانويتي دامورتيسمون او لا دوتاسيون دامورتيسمون. لا دوتاسيون دامورتيسمون سي لو مونطون دو لا ديبريسياسيون، دونك سي لو مونطون دو لا ديبريسياسيون سوبي بار ليموبيليزاسيون امورتيساب او كور دون اني. Il est généralement calculé grâce à un taux d'amortissement. Had l'annuité d'amortissement, il y a le prix le malia, il y a le prix. يعني مثلا عندنا واحد الماتيريال دو ترونسبور القيمه ديالو 100000 درهم، وقلنا ان لا دوغي دو في ديالو هي 5 سنوات مثلا، غادي ناخدو هذيك 100000 درهم غادي نقسموها على 5 سنين، غادي تعطيني 20000 درهم كل عام.
بمعنى ان القيمه ديال هذيك ديال هذيك لا فواتور ولا ديال هذاك الماتيريال ترونسبور هي 20000 درهم في كل سنه. ملي كدوز سنه واحده كتنقص القيمه ديالو ب 20000 درهم. هذيك 20000 درهم هي لا نويتي دامورتيسمون. انويتي جات من اون اني يعني من كل عام كتنقص القيمه ديالو. هذاك القدر ديال المال اولا ديال لا فالور مونيتير ديال لا ديبريسياسيون ديال هاد الماتيريال دو ترونسبور كتسمى لا نويتي دامورتيسمون. دابا نشوفوا شنو هو لو طو دامورتيسمون. لو طو دامورتيسمون سي ان كويفيسيون exprimé sous forme d'une fraction ou d'un pourcentage par lequel on multiplie la valeur à amortir pour calculer la dotation d'amortissement. Donc le taux d'amortissement qui est celui mia, يعني mia, مقسوم على la durée de vie de l'immobilisation. غالبا كنعطيوها واحد la valeur هي n يعني باش هو غير رمز متعارف عليه. انه ان كتعني لا دوغي دو في ديال واحد لي موبيليزاسيون. بحال مثلا ملي كنقول لك لا دوغي دو في ديال الماتيريال ترونسبور كتساوي يعني هي ان تساوي 5 بمعنى انه 5 سنوات. هنا غادي نشرح نشوف واحد ليكزامبل. دائما خص يكون ليكزامبل باش نفهمو مزيان. دونك عندنا اكزامبل لو 6 جانفي 2014 اون انتربريز ا اكي un matériel industriel pour un montant de 72 000 dirhams TTC. Yak? La durée de vie du matériel est 5 ans. Déterminer le taux d'amortissement. Calculer la dotation d'amortissement au 31-12-2014. La correction. Donc, on va voir ce que c'est le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, on a la qaïda qui est ici, c'est 100 la durée de vie. Donc, 100 مقسومه على 5 سنوات اللي هي la durée de vie, كتعطينا 20%. يعني الخارج اللي كيكون عندنا 20 كنزيدو pourcent, يعني 20%. دابا غنحسبوا لا دوتاسيون دامورتيسمون. دونك لا دوتاسيون دامورتيسمون قلنا كناخذوا لا فالور دوريجين هي الاولى ولكن كناخذوها اوغ تاكس يعني بدون احتساب بدون احتساب الضريبه على القيمه المضافه. هنايا عندنا القيمه ديال هذا او لا فالور ديال هذا الماتيريال الاندستريال هو 72000 درهم تي تي سي يعني مع احتساب القيمه المضافه ومع احتساب الضريبه على القيمه المضافه يعني لا تي في. دونك اولا كيخصنا نخرجوا هذاك لا فالور ديال الماتيريال ترونسبور اوغ تاكس. شنو كنديروا؟ كناخذوا 72000 درهم كنقسموها على 1.2 باش تعطيني لا فالور ديال الماتيريال اوغ تاكس. دونك لا فالور ديال الماتيريال اوغ تاكس غادي تكون كتساوي 60000 درهم. دونك 60000 درهم في 20% اللي هي لو طو دامورتيسمون كتعطيني 12000 درهم. دونك لامورتيسمون انويل يعني كل عام غادي تنقص هاد القيمه ديال هاد الماتيريال ب 12000 درهم. فهمنا؟ نشوفوا شنو هو دابا لامورتيسمون كومولي. لامورتيسمون كومولي l'amortissement cumulé c'est la somme des annuités d'amortissement pratiquées depuis l'entrée de l'immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise. Donc l'amortissement cumulé يعني كنشدو l'amortissement ديال كل عام كنزيدو على الاخر يعني l'amortissement ديال هذا العام زائد l'amortissement ديال العام الجاي زائد l'amortissement ديال العام الاخر زائد l'amortissement ديال العام الاخر المجموع ديالهم كيتسمى لو كومول d'amortissement او l'amortissement cumulé. حل بحال. دونك غادي ناخذو ماتيريال اندستريال اكي لو 6 جانفي 2014 بور 60 انتما هنايا 60000 درهم اور تاكس. لانويتي براتيكي يعني دائما هاد لانويت هاد لامورتيسمون كيكون في لا فان ديال لاني. هادشي علاش كيتسمى لي طرافو دانفونتير يعني هو داخل في لي طرافو دانفونتير. دونك هادشي علاش هنايا سجلنا لو 31/12/2014. دونك في لا فان ديال لاني ديال 2014 سجلنا لامورتيسمون ديال 12000. لا فان ديال لاني ديال 2015 كنسجلو عاوتاني 12000
la fin ديال l'année ديال 2016 كنسجلوا عاوتاني 12000 اللي هي القيمه ديال لامورتيسمون. من بعد 3 سنوات من بعد 3 سنين كنشوفوا شحال لو كومول دامورتيسمون ولا لامورتيسمون كومولي في نهايه سنه 2016 كنديروا المجموع دونك 12000 زائد 12000 زائد 12000 هي 36000 دونك لامورتيسمون كومولي هو 36000 درهم. Nota bene, le montant des amortissements cumulés ne peut jamais excéder la valeur d'entrée. يعني هاد le total يعني دائما le total ديال l'amortissement ou l'amortissement cumulé ما عمرو غادي يفوت 60000 درهم اللي هي القيمه ديال لي موبيليزاسيون في لونتري. نشوفوا دابا شنو هي la valeur nette d'amortissement. Net d'amortissement ou la VNA. C'est la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements à une date précise. La VNA كتساوي كقاعدة كتساوي la valeur d'entrée moins l'amortissement cumulé. يعني القيمة ديال l'immobilisation في النهار الأول فاش دخلات الباتريمون ديال لونتربريز ناقص هذاك الامورتيسمون اللي كنحسبوه كل عام كان المجموع ديال هذاك الامورتيسمون اللي كنحسبوه كل عام. يعني غادي نشوفوا هذا المثال. دونك عندنا لا فالور دونتري دو ماتيريال اندستريال اكي لو 6 جانفي 2014 هو 60000 درهم. هذه هي القيمه ديالو باش دخلت النهار القيمه ديال هذا الماتيريال باش دخل النهار الاول. من بعد نشوفوا لامورتيسمون كومولي في لو 31/12/2016 هو 36000 درهم. دونك غادي نشوفوا شحال هي القيمه ديال هذا القيمه ديال هذا الماتيريال شحال بقات القيمه ديالو من بعد 3 سنوات. دونك هذه كتسمى لا في ان ا يعني لا فالور نت دامورتيسمون يعني لا فالور ديال هاد لي موبيليزاسيون بدون احتساب لامورتيسمون كيمولي. دونك كنديرو 60000 درهم ناقص 36000 درهم كتعطينا 24000 درهم. دونك لا في ان ا او لا فالور نيت دامورتيسمون او 31/12/2016 هي 24000 درهم. دونك هادشي اللي شرحنا دابا هما غير دي نوسيون لي مهمين وضروري خصنا نشرحوهم باش نفهمو مزيان لي زامورتيسمون. دونك من بعد ان شاء الله في الفيديو الثانيه غادي نشرحو هنا لو مود دامورتيسمون. دونك هنايا غادي يبدا الحساب لو كالكول وغادي يبدا غادي يبداو لي زونغيستخمون كونطاب. دونك كنتمنى هادشي اللي شرحنا دابا يكون مفهوم. الا ما فهمتوش شي حاجه يمكن لكم تخليو كومونتير سواء في البلوغ او لا في الصفحه على الفيسبوك وان شاء الله غادي نحاول نشرحو اي جزء اللي ما مفهومش مزيان. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. السلام عليكم.